في أرضهن هذا ثابت بحكم الحق الأصلي وثابت دستوريا بحكم المساواة المنصوص عليها دستوريا وثابت دينيا بحكم الفتوى ديال المجلس الأعلى العلمي الأعلى وثابت أيضا اليوم عمليا لأن اليوم الحكومة كتحرص عليه وهناك دوريات كما قلت وهناك حرص عليه ولا بقي شي وحدين باقي رؤوسهم قاسحين راه ان شاء الله حنا غادي نواجهوا هذه المساله. لا تمركز الاداري كيعني انه السلطات اللي كاينه عند الدوله الان اللي عند الوزارات والادارات المركزيه في الرباط غيتنتقل جزء مهم منها صلاحيات الى الادارات الجهويه، غادي يولي المواطنين تما غادي يقضيوا الحاجيات ديالهم الامور ديالهم تما غادي يناقشوها وايضا غيتمشي مع الصلاحيات الامكانيات الماديه والامكانيات البشريه الضروريه وغادي يوليو هما اللي كيوضعوا البرامج ديال الدولة على مستوى الجهات وغادي يوليو هما المحاور ديال المجالس الجهوية باش يمكن ينسقوا معها وغيتمكن هذه القضية باش ننسقوا من القطاعات الفلاحة مع التعمير مع التجهيز مع السكن مع التعليم مع الصحة غادي يوليو هما كينسقوا فيما بينهم وغادي تسهل علينا كثير من الأمور وغادي نقربوا من المواطنين إلى آخره في القريب إن شاء الله. من الاختصاصات الذاتية للجهات هو إعداد برامج جهوية للتنمية بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني. اليوم نسجل بأنه هذا الفضاء اللي هو الفضاء الأمثل من أجل منها تكون التقائية ديال السياسات العمومية على الصعيد الجهوي وفي الديمقراطية المحلية، ففي هذه الورشة هذا لم يتم إشراك الكافي للقطاع الخاص. أنا يمكن أن أقول اليوم كاين 8 ديال البرامج الجهوية للتنمية اللي معدة، يمكن أن نقول لك بأنه يلا تم إشراك القطاع الخاص والاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهتين اللي كنذكر منها وحدة على سبيل الإنصاف اللي هي جهة الدار البيضاء سطات وجهة أخرى لن أذكر اسمها باش يبقى المسائل تبقى غير واضحة. فهنا ما يمكنش أنه تكون تنزيل سليم ديال الجهوية بدون إشراك الفعاليات وخصوصا الفعاليات الاقتصادية، وحنا بالطبع أنه ملتزمين على صعيد التعليم على صعيد التكوين على صعيد التشغيل، وحنا الخالقين المقاولة هي الخالق للثروة وهي الخالقة لمناصب الشغل انسجاما مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. أنت تعاتبه لأنه ما جبدش القطاع الخاص، جبد الإدارة الجهوية. هذا حقيقة كاين هذا العتاب. المسألة الثانية هو أنه اقترحنا على الصعيد الجهوي باش يكون واحد النوع من التقائية ما بين الديمقراطية التمثيلية اللي كيمثلوها النخب اللي كتسير المجالس الجهوية وما بين المجتمع المدني اللي كيمثلو كذلك طرف فيه القطاع الخاص وهي الديمقراطية التشاركية، أنه يكون واحد الميثاق ديال التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع كذلك إرساء هيئة استشارية بجانب مجلس الجهة من أجل أنه التنزيل السليم كما قلت ديال الجهوية المتقدمة. الحقيقة ماشي فقط منذ 32 سنة كما قال السيد المستشار، بل منذ الاستقلال وهذا المشكل ديال العقار السياسة العقارية مزمن أراه إشكالات عديدة، وأيضا حنا عارفين بأن وجود